وتنضم معنا من لندن للحديث عن أحكام الإعدام الأخيرة التي وقعها رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح تزامنا مع تفجيرات بغداد، معنا الدكتورة فاطمة اللعاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا بك دكتورة. بداية، رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح يوقع دفعة جديدة من أحكام الإعدام، كيف تقرأين إصدارها تزامنا مع تفجيرات بغداد؟ لماذا هذا الوقت بالتحديد؟ تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك. يعني كما هو واضح، مثل هذه الحملة، مثل الإعدامات التي يعني ظهرت فجأة بمثل هذه الطريقة، وحقيقة هي ليست المرة الأولى. عقب أي تفجير إجرامي يقع في العراق يتم استغلاله من أجل يعني القيام بحملة إعدامات ضد الأبرياء. الواضح أن هذه الإعدامات هي عملية انتقام لا أكثر ولا أقل، خاصة وأن كما نعرف أن أصلا هناك ضغوط تمارسها الميليشيات من أجل إعدام الأبرياء في السجون. إضافة إلى ذلك، أصلا هؤلاء الذين يتم إعدامهم لسنا متأكدين إذا كانوا أصلا حتى مجرمين. المحاكمات غير عادلة، أصلا طريقة الاعتقال منذ البداية والخضوع إلى عمليات التحقيق التي تمارس ضدهم فيها شتى أنواع التعذيب من أجل انتزاع الاعترافات واستغلال ذويهم من أجل الضغط عليهم وعلى هؤلاء المعتقلين من أجل أن ينتزعوا منهم هذه الاعترافات، إضافة إلى الثغور القانونية أصلا في القوانين العراقية التي تسببت في أن يصل الكثير من الأبرياء إلى مقصلة الإعدام دون وجود أي مبرر لأن يتم الإصدار مثل هذه الأحكام، سواء أن هناك عملية انتقام ممنهجة تمارس. دكتورة فاطمة، صالح كان قد أبدى حرجا في أوقات سابقة، أي حرج من المصادقة على أحكام الإعدام، لكنه وقع أكثر من مرة. إلى أي مدى يمكن اعتبار أن هذه الإعدامات هي سياسية في أغلبها؟ بالتأكيد هي سياسية. الآن الأوضاع في العراق مضطربة للغاية. التفجيرات والعمليات العسكرية التي يدعون أنها ضد داعش، وكما حدث ليس فقط البارحة، منذ فترة ليست بالقصيرة، الأوضاع الأمنية تدهورت في العراق بصورة مفاجئة، وهذا كله مرتبط بالانتخابات المزمع عقدها إذا كانت سوف تكون هناك انتخابات، إضافة إلى هذه الأحزاب السياسية الآن متصدرة في الواجهة في العراق، الميليشيات التي تريد أن تحصد، يعني لا تبالي بحصاد أرواح العراقيين من أجل منافعهم ومناصبهم، والضغط من أجل ممارسة الضغط على العراقيين من أجل أن يذهبوا إلى الانتخابات أو غيرها. لكن ماذا عن القانون الدولي دكتورة فاطمة؟ ألا يحرجه المضي بمثل هذه الإعدامات؟ يعني الحقيقة هناك يعني نقطتين أساسيتين. تفضل. الأولى أن أصلا القانون يعني الأمم المتحدة أصلا أشارت إلى نقاط ضعف كثيرة يشوبها القوانين العراقية الحالية وما يتم إصداره من أحكام ضد العراقيين تحت بند الإرهاب الذي يعني يتم استغلاله في الحقيقة من أجل يعني الزج بالأبرياء إلى السجون الحقيقة، ولكن دون أن يتم لحد الآن أي يعني في الحقيقة تحرك فعلي من أجل أن يتم يعني مثلا إصدار تشريعات، يعني تقديم قوانين جديدة أو غيرها. الأمور كلها مجرد يعني فقط كلام على الورق لحد الآن.
الأمم المتحدة لحد الآن لم تتخذ أي دور فاعل من أجل التدخل والحد من الانتهاكات التي تقع في العراق والجرائم التي يتم ارتكابها بحق الأبرياء، ومنها تنفيذ الأحكام الإعدام بهذه الطريقة، مما يدل أن هناك بالحقيقة تواطؤ لحد الآن هذا الذي يحدث من صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه بصورة فاعلة. في الحقيقة هذا يعتبر تواطؤ مع الحكومة العراقية. دكتورة فاطمة، مع صدور هذه الأحكام بالإعدام، إلى أي مدى يمكن التأكيد أنه لا يمكن الوثوق بأحكام القضاء في العراق؟ نعم بالتأكيد، هذا معروف جدا، لا يمكن القضاء العراقي في الحقيقة قضاء غير نزيه. منذ الاحتلال الأمريكي للعراق تم تحويل القضاء إلى أداة بيد الأحزاب السياسية والميليشيات من أجل تحقيق مصالحهم وأغراضهم الشخصية من خلال الاستفادة منهم في الوصول إلى الحكم، أو من أجل تهديد فئة معينة من الشعب العراقي، من أجل إسكات الذين يعارضون ما يحدث في العراق من ظلم وفساد. كل هذا معروف ومؤشر ضد القضاء العراقي وجميع من الحقيقة يمثلون هذه السلطة المهمة في العراق التي يجب أن تكون على قدر المسؤولية وأن تنفذ العدالة في العراق بدل أن تساهم في تدهور أوضاع الشعب العراقي إلى هذا المستوى. دكتورة فاطمة، مع رفض الإعدامات بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ما الذي يمنع بعثة الأمم المتحدة في العراق، ما الذي يمنعها من التدخل لوقف إعدام هذا العدد الكبير من المعتقلين المدنيين؟ في الحقيقة مع الأسف الشديد حتى الأمم المتحدة والموظفون الآن الذين يشغلون المناصب في بعثة الأمم المتحدة هم فقط من وجهة نظري منتفعون انتفاع شخصي، وإلا كل هذه التقارير التي تصدر وكل هذه المناشدات وكل هذه الجرائم التي الموثقة ولحد الآن لا يتم اتخاذ أي إجراء، أي أن هناك تواطؤ من المجتمع الدولي مع ما يحدث في العراق، وهذا طبعا ضمن الأجندة التي تمارس الآن في العالم، والذي من ضمنها أن يبقى العراق على هذا الوضع من أجل تنفيذ مصالح الدول المتنفذة في العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإقليمية أيضا لا ننسى أنها مستفيدة من الوضع الراهن في العراق. الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.